صار اكو بلاء بالمجتمع شديد او قليل، رأسا المجتمع شنو يجزع وينحرف عن جادة الصواب، فتكون حتى يصل الى الالحاد والى الكفر بالله والى التعدي على الذات الالهية. يعني خلنا نحكيها باللغة العامية حتى توصل رسالة. صوت الله، لا مو صوت الله، هذا مو الله جاي ينزل عليك البلاء اللي يظلمك. صوت الله، لا مو صوت الله، هذا مو الله جاي ينزل عليك البلاء اللي يظلمك، فإن الله لا يظلم أحد وما ربك بظلام للعبيد. هذا ما جنت نفسك على نفسك، واضح؟ فأنت بسبب أعمالك الله سبحانه وتعالى أنزل عليك العقاب.